قام سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع التطويرية والخدمية في محافظة العاصمة. نعم، أكد سعادة الوزير بأن هذه المشاريع تأتي في إطار الجهود الداعمة لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى وبمتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. أشار خلف إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع من أجل الارتقاء بخدمات البنية التحتية وتوفير خدمات بلدية ذات مستوى عالي في مختلف مناطق مملكة البحرين. أوضح أن الوزارة بدأت مؤخرا بأعمال مشروع إعادة تأهيل بعض الطرق بمجمع 644 في منطقة نويدرات. سيشمل المشروع إعادة تأهيل ورصف عدد من الطرق، وذلك لرفع مستوى كفاءة الطريق وتحسين السلامة المرورية بما يخدم الأهالي ويسهل عليهم حركة التنقل. في سياق متصل، أعلن وزير الأشغال الانتهاء من إعداد التصاميم الأولية لمشروع إنشاء مبنى مركز سند التجاري بمجمع 745 بمنطقة السند، وجاري استكمال إجراءات الموافقات لطرح المشروع في مزايدة عامة.